الكشري هنعمله في حلة واحدة. عشان نعمله عايزين الآتي: عايزين نص كيس مكرونة صغيرة، عايزين نص كيس مكرونة سباجيتي، وعايزين 2 كوب رز، 1 كوب عدس، وعايزين عدس مسلوق نص سلقة، وثلاث أرباع كوب شعرية، زيت، 2 بصلة شرايح، ملح وفلفل وكمون، وعايزين حمص. الصلصة اللي هنعملها عايزين لها 2 كبار زيت، 2 كوب عصير طماطم طازة، 2 معلقة كبيرة صلصة، ملح وفلفل، 1 كبيرة كزبرة ناشفة، 1 صغيرة كمون، 2 فلفل حار، 3 معلقة كبيرة خل، 2 فص ثوم مفروم. الدقة عايزين 2 كبار زيت، 2 فص ثوم مفروم، 1 كبيرة كزبرة ناشفة، 1/4 كوباية خل، 1 صغيرة كمون، 1 كبيرة عصير، لا مش 1 كبيرة عصير ليمون، احنا بنحط لا اكتر، هنعوز يمكن 1/4 كوباية عصير ليمون مثلا، يعني حسب الطعم. وعايزين مية برضو حسب الطعم، يعني ممكن توصل لنص كوباية مثلا. طيب اول حاجة هنعملها عايزين نحط الزيت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلي البصل بتاعنا، والبصل علشان يطلع شوية كده يكون فيه قرمشة، هنعمل ايه؟ هنحط له بس 1 معلقة او يعني كده 1 معلقة دقيق بس. الزيت على نار عالية، كل شغلنا هيبقى في حلة واحدة مش هنطلع عنها. تمام، هو البصل ده كتير، احنا ممكن ناخد دول بس. الصلصة الحمراء علشان نعملها، قبل ما نعملها خلينا نرجع تاني نقول مقاديرها. عايزين 2 كبار زيت، 2 كوب عصير طماطم طازة، 2 معلقة كبيرة صلصة، ملح وفلفل، 1 كبيرة كزبرة ناشفة، 1 صغيرة كمون، 2 فلفل حار، 3 معلقة كبيرة خل، 2 فص ثوم مفروم. أول حاجة هنعملها برضو هنحط الزيت. هناخد الثوم اللي عندنا اهو نحطه هنا. طيب حطينا الصلصه يا حبايبي، عصير الطماطم الطازه اللي عندنا، طيب نحط كده الصوص الحمراء بتاعتنا دي، هنعملها حراقه شويه. حلوه الكبشه وكبيره ممتازه. هنحط بقى دلوقتي شويه ملح هنا وشويه فلفل، وهنحط بقيه التوابل اللي عندنا. عندنا شويه كزبره ناشفه، عندنا فلفل حراق، ممكن تحطوا الكميه اللي انتوا بتحبوها حسب انتوا بتحبوه حراق قد ايه. عندنا شويه كمون، وعندنا شوية خل هنحطهم في الآخر خالص بعد ما الصوص بتاعتنا تتسبك. طيب نعمل الدقة بتاعتنا، هنحطها على النار هي كمان علشان نبقى مجهزين كل حاجتنا. برضو هنحط شوية زيت، وبرضو هقول لكم المكونات قبل ما نشتغل. شوية زيت، تقدروا تعملوها على البارد على فكرة من غير الزيت براحتكم. وهناخد عندنا هنا توم وليمون وخل وكزبرة ناشفة وفلفل حراق. طيب هنحط شوية توم هنا علشان نعمل الدقة بتاعتنا، وقلنا بنقدر نعملها على البارد، تقدروا تعملوها على النار كده زي ما تحبوا. عندنا هنا زيت، وحطينا معاه توم، وهنحط بقيه الحاجات اللي هي عباره عن 1 معلقه كبيره كزبره جافه، 1/4 كوباية خل، 1 صغيره كمون، 1 كبيره عصير ليمون او اكتر، يعني انا ممكن احط 1/4 كوباية، وميه وشطه مجروشه. فخلينا نحط كده الحاجات دي كلها مع بعضها، وادي الكمون بس تقليبتين كده على النار، وادي الخل، وادي الليمون، وشوية ملح طبعا، بس عايزة أقلب كده شوية الكزبرة مع التوم.
هناخد دلوقتي الشطة المجروشة اهي كمان اللي عندنا، هنحط بقى الليمون ونحط الخل، ادي الليمون وادي الخل وادي الشطة المجروشة وادي المية، وهنسيبها بس على النار شوية كده لغاية ما الكلام ده كله يندمج مع بعضه، وشوية ملح وشوية فلفل وخلاص. ادي الملح وادي الفلفل، وكده تبقى عندنا الدقة بتاعتنا. طبعا تقدروا تحطوا شطة قد ما انتوا بتحبوا. تمام. طيب خلينا دلوقتي نحط البصل بتاعنا خلاص كده، نحطه في طبق هنا، ونكمل في نفس الحلة بقية الوصفة بتاعتنا. طيب هناخد دلوقتي الشعرية وهنحطها هنا مطرح البصل، ممكن نزود نقطة زيت، نقطة بس. شوفوا احنا كل ده في نفس الحلة، هنزود نقطة زيت، نقلب كده فيهم الشعرية شوية. طيب دلوقتي الشعرية عندنا اهي زي ما انتم شايفين ابتدت تتحمر. اول حاجة هنعملها هنحط طبعا الرز بتاعنا، في ناس بيحطوا شعرية مع الكشري، في ناس ما بيحطوش، زي ما تحبوا. هنحط دلوقتي الرز، نقلبه شوية، وفي نفس الحلة هنحط المكرونة كله مع بعضه في نفس الحلة. نحط شوية، نص كيس تقريبا عندنا المكرونة السباجيتي كمان، يعني ممكن نحطها، خلينا نكسرها شوية، أنا بحبها صغيرة الصراحة. ناقص ايه؟ ناقص نحط العدس. العدس اللي عندنا مسلوق نص سلقة، وانا جايباه هو والمية بتاعته. اوكي هنقلب بس الكلام ده كده شوية، نحط شوية ملح. خلاص هناخد دلوقتي بقى يا جماعة العدس اللي عندنا بالمية بتاعته، العدس والمية، وهننزل كده الكمية اللي احنا هنحطها كده مثلا، وبكمل على المية دي بالمية السخنة اللي عندنا اهي. طيب احنا دلوقتي كده حاطين يا جماعة خلاص المية بتاعتنا، المية بتبقى دايما كأننا بنسوي الرز عادي خالص، والمكرونة هتستوي وكله هيستوي دلوقتي مع بعضه، وهتشوفوا هيطلع ان شاء الله لطيف جدا جدا. بس هضيف له لنفس الرز شوية كمون، بس لنفس الرز شوية، المية تغلي وبعدين هغطي عليها واسيبها بقى على نار هادية خالص، وكده نبقى احنا عملنا الكشري بتاعنا كله في نفس الحلة، كشري الحلة الواحدة. خلاص احنا شايفين خلاص كده تمام التمام اهو، شوفوا وضعه كده ممتاز. هنبتدي بقى دلوقتي نهدي النار خالص ونسيبه يستوي براحته. حلو كده، هخلي النار على الهادي خالص.